ابن دفنة. انا واحد من جمهورك بالاسباني ارجوك. بالاسباني كريسيس بالانجليزي ولا عبر ساعد تفضل بعد. الله يا مساعد وسلام عليك يا مساعد. مكمل ولا وش؟ يا مرحبا. مرحبا فيك. اول شيء ايش رايك في تجربه الطيران امس؟ والله للاسف هذه مجربها من زمان يعني مو شيء جديد علي. ولا شيء جديد؟ لا انا كنت اطير بالحلم بس. طار اسل سم قل له وش شاف فوق؟ وش شفت فوق؟ والله شفت شو اسمه هذا قريتنا بس. طيب ايش رايك نشوف المقاطع؟ تكفى اوكي. اربع كم مقطع؟ سم كم مقطع؟ لا تصير طماع لو كان مقطع واحد يكفي. لا ما يكفيني انا جمهوري عريق وكبير. يلا نشوف شوف. يلا اعطونا مقاطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق لك يا مساعد إلى الأمام كلنا معاك إن شاء الله وفالك الناموس بإذن الله. يا مرحب ومسهلا لك وزملائك وأتمنى لك التوفيق خاصة. من يبل عليا تعب ثم وصل وانت كفو توصل اللي تبيه. يا مساعد هذا هو اللي حصل استمر وقول وين اللي يليه. بالتوفيق لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق يا مساعد والله يوفقك والله يسعدك وإن شاء الله نشوفك بالمراكز المتقدمة انت وزملائك والله ينصركم ان شاء الله. الله ينصركم. اول شيء عسى الله يحفظ البنوت الكتكوت اللي اخر شيء واتمنى حتى المشاهد الكرام يقول ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي شفتوهم غنيين اول واحد منو؟ مش اسباني اخوي مش على اخوك الاسباني وناصر كحلان العتيبي ولد عمي وولد جارنا ابو طلي. بس ابو طلي ايش دخل الله ينصركم؟ ها؟ ما له علاقه بالموضوع ولا؟ ما ادري والله. طيب واخر شيء يقولوا ما شاء الله بنت اختي. عسى الله يخلي لك يا رب. عسى الله يحفظك. يعطيك العافيه حبيبي. اربع مقاطع لعيونك. بيض وجهك. تكفي؟ ابي ابكي وجهي تكفون. يا عزوز يعطيك العافيه حبيبي. ناصر 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 رئيس البلد.